عشائر صلاح الدين ترفض ممارسة نهج الوصاية من جهات لا تنتمي للمحافظة وتطالب بعدالة توزيع لموارد صندوق إعادة الأعمار. تجمعات شعبية ورسمية تخليداً لذكرى النصر الكبير والكشف عن آلاف الأسر التي فقدت أبنائها بالمواجهة مع داعش الإرهابية. محافظ صلاح الدين يستقبل ممثل رئيس الوزراء في مجلس عزاء الشمري في تلول الباج ويتفقد جاهزية القوات ضد الإرهاب. استعادة 300 مليار دينار من أموال سرقة القرن ودعم دولي لخيارات السوداني والبارتي يفتح باب الحوار مع اليكيتي.